السلام عليكم، كل واحد ما صحتكم بخير. اليوم انا حزين، حزين جدا. عارفين ليه؟ لانه هاي اول مره راح ادفع في كود موبايل يمكن من سنتين، اول مره راح اشحن بحياتي. نسيت كيف الناس تشحن كود موبايل لحد الان ما بعثوا لي السي في، راح اضطر اشحن. معي 17 سي في. شوفوا، هشحن 5 دولار هيعطيني دبل السعر، اوكي، عفوا هيعطيني دبل الكميه، اوكي. هيك صار معنا 813 سي بي، ونشحن كمان ب 100 دولار، نشحن بدولار كمان. حاليا شحنت ب 6 دولار تقريبا. وبالمناسبه يعني في واحد قلت لكم اني راح اربحه بالفيديو الماضي باتل باس وما اخترته لحد الان، ولكن هسه بس اخلص تصوير راح يكون هذا هو الفايز، بكون عملت له سحب. تمام، يعني مش ناوي اتعب حالي لحد ما اوصل ليفل 13، لانه في على ليفل 14 الحين، وهسه راح ادفعها برضه. في بيرك جديد، البيرك هذا بيعمل لك ام اسيست، مفيد كثير. وبصراحه الباتل باس الشخصيات هذا الموسم، عندك شخصيه رجل الفضاء هاي خرافيه، هاي المفضله بالنسبه لي خلص. يعني بيلي على التقاعد هاي الجديده، سكن جديد لسحل اي جي ار ما حبيته الصراحه، وسكنات سخيفه. اوه هاي شنت حبيتها تقريبا، يا اسكي اس هنجرب يعني بس بعدين مو اليوم. وشخصية البنت هاي سيلفر صراحة حبيتها، ركز لي على الديتيلز اللي في الشخصية، الألوان كثير متعوب عليها. هيك بنكون فتحنا البيرك الجديد، وهنشوف البيرك الجديد هنشوف مكتوب عليه. البيرك هذا بحكي لك حدد الأعداء عند إلحاق الضرر السلاح أو تلقيه، يعني لما تاخذ دمج راح يصير في زي خط أحمر حوالين اللاعب، وتعزيز المساعدة على التصويب راح يصير عندك الإيم أسيست أعلى. وإحنا بنعرف كود موبايل الإيم أسيست فيها منيح مش سيء بالمرة، ولكن الحين راح نشوف هل تستغني عن بيرك خفة الوزن اللي بيخلي سرعتك أعلى 5% وما بيخليك تدمج لو وقعت من مكان عالي، هل راح يكون بيرك نقطة الإشارة أحسن من بيرك خفة الوزن؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم. أوكي يا جماعة، زي ما شايفين جهزت تركيبات للكيلو، بصراحة مش عارف إذا هاي التركيبات اللي أنا بعتمدها بالعادة، ولكن هنجربها يعني ما فيش مشاكل. الصراحة أنا ما عودتكم إنه أول يوم نفتح السلاح اللي على ليفل 21، سلاح الموسم الجديد، ولكن شو أعمل لكم يعني، مش راح أدفع كمان 10 دولار ولا 5 دولار عشان فاهمين يعني الموضوع مش مستاهل، ندخل جيم رانك. هاي، متعب من المستقبل، راح أجاوبك على سؤالك، أكيد أنت بتسأل ليش ما شحنت من كودا شوب بدامك كل يوم بتعلن عنه؟ بكل بساطة لأنه لسه مش متوفر الدفع عن طريق الأردن، ولكن انظر للجانب المشرق، لو أنت من السعودية أو من مصر أو بعض البلدان العربية، في كثير أشياء عليها خصومات في الموقع، شيكوا عليه. وبالمناسبة كود موبايل في عندهم عدة طرق للدفع، فيك تدفع على الفيزا، بيبال، كثير طرق للدفع. على العموم، شيكوا عليهم، رابط الوصف. يمكن ما تصدقون يا جماعة الحين، بس. أوكي يعني. وش اللي بيصير؟ ما انت يا الى متى يعني هستنى هيك؟ انا مش فاهم، بيطلعش اشي عليهم. يمكن الاي ما صار احسن. حبيت الكليفك يا اخي، بعدين ما حبيته بالمره. يعني هو الكيلو سيء، حترم سيء، يعني مش شايف منه اي فايده اقسم بالله. وين علامه التحديد اللي قالوا عنها؟ يعني شوف لما اي مع حدا من بعيدها ما في شيء. يعني يمكن في البلد البعيد او انه ايم من اول منيح. اوكي. I don't miss a shot bro. شفت ضخ علي بين، بعد ما يطخ علي بين. صعبة. طب كيف يعني؟ شو انا شو بستفيد يعني لما تعطيني انه في اسيست، في هيك شيء جنبي؟ لا، اربع راوند فاضي. انا بتعيط. انا كده استفدت ايه حضرتك؟ اوكي. يا اخي انا ما بستفيد اشي، هاي ممكن تفيدك بالسيرش صراحة. اوكي يا ياده. اوكي ممتاز. قول لي كيف ما جت فيه اللي وراي؟ هاي في الكرفان يا البيرك، مش اي قيمة. هو خلص الجيم؟ زمان طب بحكي طول الجيم. انا بالعادة لما بلعب بتكون الدقة يعني بهاي الحدود واكثر، فاهمين؟ فانا مش شايف اي فرق الصراحة. ممكن لو جربنا سلاح ثاني اس ام جي ممكن يفرق شوية، صراحة مش عارف. جهزنا سلاح اس ام جي زي ما شايفين كيو كيو 9، وهي هي التركيبات امامكم. خلينا هسه نجربها مع بعض، ونفس الشيء نفس البيرك. هجرب هشوف يعني، ما نحط قوة بدنية يعني المفروض انه يعني يكون في اداء احسن بكثير في
فاهمين؟ مش عارف ليش دائما طلعوا شو بيخس والعار حاطين لك ما بين اسوء من بعض دائما بيخلوك تختار بينهم. صراحة حاسس اني غير مؤهل للعب بالكيو كيو 9 لمانة. انا حاليا مجهز بيرك القول بدنية والبيرك الاشارة الحمراء، فاتوقع والله اعلم. شوفوا انا هعمل نفس الغدر اللي بغدروني اياه في العادة. واو طب انا شو بستفيد لما في واحد بطخ علي يطلع لي علامة حمراء انه في طخ عليك يا فنان انتبه في حد بطخ عليك. طيب وين اطلع لك يعني مش راضي تطلعني ايش عمل لك؟ صراحة زبالي من بعيد للأمانة يعني مش راح ينفعنا. اوكي اوبس. طب انا كده بستفاد ايه لما يطلع لي علامة حمراء حواليه؟ يعني شو اللي افاد منها؟ يعني بتفيد تيمي هي ولا شو بتعمل بالضبط؟ يا فنان اخذ الاي اخذ الاي اخذ الاي وانت بتتفرج زي الاهبل. يا اخي الكيو كيو 9 زبالة عقيم عقيم لا ينجب. طلعني يا اخي من المكان المشؤوم. جايب 10 كل اكثر واحد وانا تحت في القاع. ايش في؟ موت يا حمار انحرق عليك اللعنة. ايش بعمل هنا؟ ها؟ ايش تعمل هنا؟ يلا على الايه. اوكي شلنا واحد ثاني؟ لا واحد بس. اوكي حرامات. اجيب فلوس منين؟ اجيب فلوس منين؟ لا سرق مني كيل. البي وين يا البي؟ اوف احو اوه لا حرام بس على الاقل ان رميتها يعني بتفيد. ايوه تلسوع بنار. ايوه تحمص شم ريحة باربيكيو. اوه اون فاير. في حد؟ اوه شو اللي صار فيهم في الراوند الثاني؟ اوه ماي جاد اعطاك الاداء المثالي في الراوند اللي يعني انت محتاجه فيه. الحين انا محتاجك. تفضل هاي ادائي. صراحة مش عارف الكيكو 9 صدمني بس بعيدا عن اي شيء فالبيرك ملوش اي لازمة في الحياة. يعني اكيد القوة البدنية احسن منه. عفوا اكيد بيرك خفة الحركة اكيد بيرك خفة الوزن احسن منه بكثير. و بس كده يعني 32 كل كان هذا مقطعنا اليوم. ان شاء الله يكون المقطع عجبكم وكل الشباب في الوصف شيكوا عليه وبس كده. اشوفكم على خير بالفيديو الجاي. جود باي.